خصوص اكو عندنا حث على زيارة الامام الحسين سلام الله عليه. هذا الحث منين جاي؟ يعني مثلا الامام الصادق سلام الله عليه يقول من سره ان يكون يوم القيامة في شفاعة جدي وفي رحمة الله فليكن للحسين زائرة. طيب الامام الباقر سلام الله عليه يقول حمران يقول كنت أزور الحسين من أرجع يزورني الإمام الباقر، يقول إجاني مرة ويا عمر ابن عبد الله ابن علي نعم دخل علي قال لي أبشرك. قلت ما هو ماذا سيدي؟ قال لي أبشرك بأن من زار قبور الشهداء من آل محمد جعل ذنوبه جسرا وعبر عليها. بنفس الوقت يقول الإمام سلام الله عليه أو الرواية تقول لو علم الناس ما في فضله فضل زيارته لماتوا شوقا لذلك وتقطعت أنفسهم عليها حسرات. طيب هذا الحث شنو الهدف منه؟ مو رسول الله صلى الله عليه وآله هو بنفسه أخذ تربة بيده ودخل على أم سلمة تقول دخل علي وعيناه تفيضان دموعا. قلت يا رسول الله لا أبكى الله لك عين، علي من هالبكاء؟ قال لي هذه تربة جاءني بها حبيبي جبرائيل من تربة كربلاء من مكان يدفن فيه ولد الحسين، على ومن زاره من بعد مقتله كنت أنا الشفيع له يوم القيامة. ودفع لها تلك التربة. طيب شنو الدافع لهذا الحث؟ الدافع أولا في زيارة الحسين سرور لقلب رسول الله. أكو شك في هذا؟ أن أنا لما أزور ابن رسول الله ألا أسر رسول الله بذلك؟ قطعا أسره، ما في كلام. هاي واحدة. ثانيا أن تلبية لنداء القرآن في زيارة الحسين، بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن أبرز مظاهر المودة أن أفرح لفرحهم وأن أحزن لحزنهم وأن أذكرهم في السراء والضراء. إذن فيها تلبية لنداء القرآن. بعد أنا إذا زرت الحسين إنما أصنع بذلك أن أنكر المنكر، نعم، وأأمر بالمعروف، لأن ما في شكل أن زيارة الحسين مشايعة إلى على آراء ووقوف بوجه من ظلم وشاجب لمن ظلم. إذن بذلك أنا أحقق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد أنا عندما أزور الحسين أتكهرب بالمبادئ التي قتل الحسين من أجلها. مش يقول لواحد من الأدباء دأبت أزورك في كل عام وألثم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذر المجد في يثربي أعفر خدي بعفر ثراك بحيث دماؤك لم تنضبي بحيث يلعلع ثغر أبى بأن يحتشي الذل في مشربي وهام أبى للطغاة الركوع وإن فلقوا منه بالمضرب. إذن في واقع الأمر أنا أتكهرب بمبادئ الحسين عندما أقف عليه، يعني أتمثل المثل التي من أجلها قتل.
في زيارتي للحسين، ولهذا تلاحظ أن زيارات الحسين سلام الله عليه كل وحدة من الزيارات لها عند الله مكانة من المكانة، كل زيارة من زيارات الحسين لها أثر من الآثار.